بسم الله الرحمن الرحيم. الشابتر دي فيها antibiotics in general. antibiotics الاوتلاين بتاعتنا هنقول types of antibiotic, selectivity, definition, characteristic of antibiotic, mechanism of action, antibiotic susceptibility testing, و effect of combination therapy و antibiotic resistance. antimicrobial agent دي كلمة عامة بنقولها إن أي حاجة تقتل البكتيريا بنسميها antimicrobial agent. therapy or prophylaxis, prophylaxis يعني حماية للإنسان, أو therapy علاجية. زي إيه؟ زي الأنتيبيوتيك. دي موجودة نيتشر في بعض الأورجانيزم البكتيريا بإكزكريت الأنتيبيوتيك. ممكن تكون هذه الأنتيبيوتيك سايدل يعني تقتل البكتيريا التانية, أو ستاتيك إنهيبيتوري إفكت أون ذا مايكرو أورجانيزم. الأنتيبيوتيكس اللي بتعمل لها سكريشن المايكرو أورجانيزم ابتدوا يدرسوها, فعملوا سيمي سنتيتيك أنتيبيوتيك, عملوا موديفيكيشن باي ذا كيمست عشان تبقى احسن. الناتشرال انتيبيوتيك خدوها وعمل لها موديفيكيشن, وبعدين في الاخر ما بقتش سيمي سينثيتيك, لا صنعوها تصنيع كامل سينثيتيك انتيبيوتيك سينثيسايد انترلي باي كيميكال مينز. طيب الحاجه الثانيه غير الانتيبيوتيك عندنا ديزينفكتنت, دي انتي مايكروبيال ايجنت, لان المطهرات بتقتل البكتيريا on non-living surface يعني زي مثلا الأرضيات التيبل and so on, زي الكلور. الكلور ده مطهر disinfectant. الأنتيسيبتيك kill الميكروبز on living tissue, يعني انت ما تقدرش تستعمل الكلور على السكين كمطهر, لكن تقدر تستعمل 70% كحول على ايدك, يبقى دي بنسميها antiseptics kill microorganism on living tissue. يبقى عندنا ثلاث انواع من الانتي مايكروبيالز, الانتيبيوتيك والديزانفكتنت والانتيسبتيك. الديزانفكتنت زي الكلور يستعمل على النون ليفينج, والالكحول اللي هو انتيسبتيك بيستعمل على الليفينج تيشو زي السكين. سيلكتيف توكسيسي, طبعا احنا درسنا البكتيريا وشفنا الستراكشرز بتاعتها, وقلنا ان في اختلاف تام بين البكتيريا اللي هي ايوكاريوت بين البروكاريوت, البكتيريا البروكاريوت والانيمال سيلز اللي هي الايوكاريوت. هذا الاختلاف هو اللي خلى السكسس للانتيبيوتكس, لان هو الانتيبيوتك بياكت على سيرتن تارجت موجوده في البكتيريا ومش موجوده في الهيومن سيل او الانيمال سيل. يبقى انتيبيوتكس يعني وات از سيلكتيف توكسيسيتي. Selective toxicity that antibiotics act by finding target for the drug in the microbe and do not exist in the human cell. ندي example. مثلا البيتا لاكتام انتيبيوتيك او البنسلين او الكيفالوسبورون بيشتغلوا على ايه؟ على البيبتيدوجلايكان اللي موجود في السيل وول. هل الهيومن سيل عندها بيبتيدوجلايكان؟ لا. يبقى very safe انك تستعمل البنسلين, عشان البنسلين ده لن يصيب الهوست سيل او الهيومن سيلز بحاجه, لكن هيموت مين؟ هيموت البكتيريا. دي اسمها سيلكتيف او سيلكتيفيتي او سيلكتيف توكسيسيتي. يبقى هيومن هاف نايذر سيل وول ولا بيبتيدوجلايكان, سو ذي ار ان افكتد باي ذا اكشن اوف ذا دراج. هنا بتيجي السيفتي او سيلكتيفيتي او سيلكتيف توكسيسيتي, ان هو بيصيب التارجتس بتاعته على حاجة موجودة في البكتيريا ومش موجودة خالص في الهيومن. زي ما حضرتك شايف في الصورة الانيمال سيل فوق ما عندهاش ولا سيل وول ولا عندها بيبتيدوجلايكان. هنا تحت في بيبقى بنقسم بقى جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف. فاكرين في اول محاضرة قلنا ان احنا ممكن نستغل الجرام ستين ان احنا نتعرف على بكتيريا هل هي جرام نيجاتيف ولا جرام بوزيتيف, لان كل واحده لها علاج مختلف عن الثاني. يبقى اللاين اوف تريتمنت للجرام نيجاتيف غير اللاين اوف جرام بوزيتيف.
Antibiotics are effective against bacteria but not against virus. بتيجيش عندك انفلونزا وتاخد انتيبيوتيك ليه؟ تاخد انتيبيوتيك لو كان حصل سوبر انفكشن ببكتيريا بعد الفيروس وجالك باس وحاجات زي كده، لكن طول ما في الفيروس موجود تستعمل انتيبيوتيك ليه؟ يبقى antibiotics are effective only against bacteria and not virus. ايه الكاركترستيك اوف انتيبيوتيك؟ بنقول spectrum of action. هل هو اي انتيبيوتيك مثلا بيشتغل على كل البكتيريا؟ لا، في حاجه اسمها broad spectrum. broad spectrum antibiotic ممكن يشتغل على a wide range of gram positive and gram negative، وفي narrow spectrum limited اللي هو effective against gram positive او gram negative. واحنا دايما بنفضل ان احنا نبتدي في علاجتنا ان احنا نقول والله line of treatment للجرام positive، line of treatment of gram negative. ما نستعملش البروت سبيكترم الا في وقت السيفير انفكشن او في الرعايات. يبقى دايما النارو سبيكترم مفضله. ليه؟ لان انت بتحوش البروت سبيكترم في وقت انت محتاج فيه عشان الانتيبيوتيك ريزيستنس. طيب الميكانيزم اوف اكشن في انتيبيوتيك هتبقى فين؟ السلول، هنبتدي بقى السلول، سلول سينثيسيس انهيبيتور اللي هو هيشتغل على ايه؟ على البيبتيدوغلايكان. all are bactericidal، بتموت البكتيريا تماما، and require actively growing bacteria. يعني دايما المود اوف اكشن اوف ذيس انهيبيتورز لازم عايزه بكتيريا actively growing. لو كانت ساكنه مش هتشتغل، الانتيبيوتيك ده مش هيشتغل عليها، يبقى actively growing bacteria بتشتغل عليها. They have a high activity against gram positive، دايما السيل وول، لان احنا عارفين الجرام بوزيتيف السيل وول بتاعها very thick، يبقى هي معموله مخصوص عشان الجرام بوزيتيف. عندنا البيتا لاكتام انتيبيوتيك ده اكزامبل، والجلايكوبيبتايد اللي هو الفانكومايسين، والسايكلوسيرين ده توكسيك، والباسيتراسين ده توكسيك، كلهم الاكشن بتاعهم على السيل وول. البيتا لاكتام انتيبيوتيك بيعمل ايه؟ بياكت على زي البنسلين الكيفالوسبورم، بيشتغل على ال دراج اكشن بتاعته، ان هو عشان يدخل البيتا لاكتام انتيبيوتيك البنسلين الكيفالوسبورم لازم يشبطه في حاجه اسمها بنسلين بايند بروتين. دي هتهمنا فين؟ في الانتيبيوتيك ريزيستنس. المهم اللي بيسهل دخول البيتا لاكتام انتيبيوتيك اللي هو البنسلين بايند بروتين. لما يدخل بقى هيبتدي يشتغل، هيشتغل في فين؟ in the last step، inhibit the last step of the beta-glycan biosynthesis. يبقى المود اوف اكشن اوف بيتا لاكتام انتيبيوتيك ان هو بيشتغل في جدار بيتعمل في بدايه ونهايه، هو بيشتغل على النهايه. لكن هو ازاي بيدخل؟ بيشبط على سيل ريسبتور اسمها بنسلين بايند بروتين عشان يقدر يعمل الاكشن بتاعته to inhibit the last step of peptidoglycan biosynthesis. glycolipid vancomycin inhibit the early steps بتاعت السيل وول، ال early step during peptidoglycan assembly. والباسيتراسين هايلي توكسيك، ما بنستعملوش غير توبيكال، يعني لوكال كده على السكين، توبيكال ابلكيشن عمرنا بناخده عن طريق الفم او عن طريق الحق. زي ما حضرتك شايف في الصوره عندنا في اليمين جلايكوبيبتايد اللي هي الفانكومايسين بيشتغل على السيل وول سينسس في البدايه، والبيتا لاكتام بيشتغل على انهيبت السيل وول في النهايه. طيب الام اس كيو، بنسلين اكس اون ايه؟ اون سيل وول، صح مظبوط الكلام، رقم 3. طيب السيل ميمبرين بقى هنبتدي في انتيبيوتكس بتشتغل على السيل ميمبرين. طيب انهيبيت فانكشن اوف بكتيريال ميمبرين او انهيبيت طيب ده نارو مارجن اوف سيلكتيف توكسيستي، يعني بنخاف منها. ليه؟ لان السيل ميمبرين بتاعت البكتيريا والسيل ميمبرين بتاعت الهيومن سيلز متقاربين، عندهم سيميلاريتي ان فوسفوليبيد. فتبص تلاقي ان في نارو مارجن
of selective toxicity، يعني selective toxicity مش واسعة كده وبقلب جامد ممكن نستعمل الانتيبيوتيك عشان التارجت ده مش موجود، لا ده فيه في الايوكاريوت اللي هي الهيومن سيلز فيها similar phospholipid، يبقى بنقول ان احنا بنخاف بنبقى very cautious في استعمالها. They are microbicidal زيها زي cellular inhibitor. ندي example البوليميكسين اشهر واحد وكنا بنحطه في اطراف العينين ودلوقتي برضو local بنستعمل بوليميكسين. Cell membrane inhibitors have a narrow margin of selectivity. هو ده الحل بتاع الـ MCQ. البروتين سنسز انهبيتور، البروتين سنسز بيحصل فين في الرايبوزوم؟ الرايبوزوم بتاعت البكتيريا مختلفة تماما عن الرايبوزوم بتاعت الهيومن سيل، تمام كده؟ يبقى هنا السلكتيفيتي موجودة، سلكتيف اكشن موجودة. فموست هاف افينيتي، دايما الانتي بايوتكس دي هاف افينيتي على 70S 30S او 50S ribosome as opposed to 80S، يعني مختلفة الستركشرز بتاعتهم مختلفة جدا، يبقى هنا برضو في selective toxicity موجودة. The most important antibiotic اللي هي tetracycline والكلورامفينيكول والماكرولايد من ضمنهم الاريثروميسين والفيسيديك اسيد وكلين داثمايسين. They have highly effective against A, against gram negative bacilli اللي بيشتغل على ribosome. ادي رايبوزوم اهو مختلف عن الهيومن سيلز، وبنقول ان عندنا ستريبتومايسين تتراساكلين استريبتومايسين كلورامفينيكول بيشتغل على ثير سايتس اوف الرايبوزوم. جنتامايسين would we have maximal bactericidal جنتامايسين امينوغلايكوسايد ده بيشتغل على الرايبوزوم في انهي مرحله من مراحل؟ احنا قلناها قبل كده في الماتيفيكيشن بتاعت البكتيريا، هو دايما بيحب الجنتامايسيس زي ما قلنا قبل كده، راجل بيجري وحطينا عصايه راح وقع، يبقى هو هنا الوقعه بتاعت الجنتامايسين بتحصل في اللوك فيز، بيبقى هايلي باكتريسايدال في اللوك فيز زين اللاج والستاشنري فيز والديكلاين فيز. النيوكليك اسيد بنقول سنسيتيف، ده هنا الدي ان ايه بتاعت البكتيريا مش هتتعمل، او ان احنا الار ان ايه مش هتتعمل، يبقى الدي ان ايه مش هتتعمل عن طريق الكينونز، ودي مهمه جدا الانتي بايوتكس دي بنستعملها في العلاج لديزيز كتير قوي في الانسان، والار ان ايه اللي هو ريفامبيسين. هنا دي صوره بتوضح لنا الانواع المختلفه للانتي بايوتك، في سيل وول سينثيسيس تحتيها البيتالاكتان والفانكومايسين، في السيل ميمبرين انهيبيتورز اللي هي بوليميكسين، وفي البروتين سنسيتيف اللي تحت على اليمين اللي هم اللي بيشتغلوا على الرايبوزوم سواء 30S او 50S، وبعدين اخرها اللي هي فوق على اليمين نيوكليك اسيد سواء كان دي ان اي او ار ان اي، دي ان اي اللي هم كينونز والار ان اي اللي هو فيتاسين. هنا بقى لسه في واحده اسمها فوليت سنسيتيف. ايه الفوليت سنسيتيف دي؟ إن البكتيريا بتحب تعمل حاجتها بنفسها، بتحب تعمل الفوليك أسيد، الفوليك أسيد ده بيدخل في الإيه؟ في النيوكليك أسيد، فهي بتحب تعمل الفوليك أسيد لوحدها، تستعمل إيه؟ تستعمل حاجة اسمها بارا أمينو بنزويك أسيد، يبقى البارا أمينو بنزويك أسيد بيدخل ويستعمل الأكتيف سايتس أوف إنزيم عشان يعمل فوليك أسيد، قوم إحنا نديها سلفونامايد وسلفون وترايميثوبرين، كل ده هيعمل ايه؟ هيلخبط، هما انالوج يعني ايه؟ شبيه للبارامينوبنزويك اسيد، يعني عندهم سيميلاريتي في الستراكشر بتاعتهم انالوج اوف بارامينوبنزويك، يبقى الانزيمز هتتلخبط، يبقى مفيش فوليك اسيد هيتعمل، يبقى احنا عملنا ايه؟ كيلينج البكتيريا. Antibiotic sensitivity test بتتعمل quantitative qualitative. Quantitative اللي هي بنشوف الاكتيفيتي in vitro دي كلها بتعمل في المعمل. عندنا المينيمم inhibitory concentration والمينيمم bactericidal concentration. Inhibitory يعني just انها بتعمل stasis.
للبكتيريا، لكن بكتيريسايتال بتقتلها 100%. طيب المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن التعريف بتاعها ايه؟ lowest concentration of antibiotic that result in inhibition of visible growth under standard condition. هي بتعمل inhibition of visible growth، لكن هل هي ماتت؟ لا هي ما ماتتش اهو، زي ما حضرتك شايف اهو لغايه 1 على 8 مفيش growth. لو انت خدت 1 على 8 او 1 على 4 او 1 على 2 وزرعتهم هيحصل فيه growth. ليه؟ لان دي inhibition وليس سايت. البريك بوينت اللي هي الكونسنتريشن بتاعت الانتيبيوتيك اللي مستعملها العيان ان اوبتيمال دوز، دي لو كانت اقل من الام اي سي بتاعت الدراج يبقى سنسيتيف، لكن لو اكتر من الام اي سي اباف البريك بوينت يبقى اورجانيزم، والام اي سي بلو البريك بوينت ار سنسيتيف. الاورجانيزم والام اي سي اباف البريك بوينت ار ريزيستنت. طيب الـ MBC is the lowest concentration of antibiotic that kill 99.9% of the original inoculum in a given time. يبقى the lowest concentration that kill 99.9% of the original inoculum دي بنسميها ايه؟ minimal bacterial lowest concentration، يبقى minimal bactericidal concentration. طيب اهي احنا عندنا كل ده 1.8 1.4 1.2، هنا المينيمال هو 1.4 لان 1.8 حصل جروث. انتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيست بيبقى الهوست فاكتور، ساعات بيبقى فيه فايبروزز، في بيبقى انفلوس الكونسنتريشن بتاع الانتيبيوتيك. يبقى الان فيترو اكتيفيتي اوف ذا دراج از نوت اول اوف ذا سيم از ان فيفو اكتيفيتي. تاني بنقول ان لو احنا استعملنا الانتيبيوتيك اللي هو رشحه لنا المعمل ان فيترو اكتيفيتي، فبنقول مثلا رشحت لكم الجنتامايسين، جينا نستعمل الجنتامايسين ما جابش اكشن. ليه؟ لان بيبقى فيه كونديشن جوه جسم الانسان زي الفايبروزز، الابسوربشن بتاع الدواء، الفايبروزز، حاجات كتيره بتؤثر على الانتيبيوتيك. مش معنى كده ان المعمل نتائجه غلط، لا، بيبقى دايما الفيفو غير الان فيترو. كومباينيشن، امتى تستعمل اكتر من دراج؟ اولا تو بريفنت ريزيستنس، يعني انت لما تيجي تعالج السل تستعمل دواء واحد؟ لا، تستعمل اكتر من دواء، ثلاثه اربعه. ليه؟ لان التي بي عشان يتكاثر الجينريشن تايم بتاعه يومين، عشان يعني هو فيري سلو جرور، يبقى بنقعد نعالج فيه لمدة ايه؟ 6 أشهر، سنة. يبقى لو انت استعملت لمدة 6 أشهر دراج واحد هيحصل انتيبيوتيك ريزيستنس، يبقى احنا بنقعد نلقفله ونستعمل اكتر من دراج. Prevent the emergence of resistant strains، ودي المثل اللي بنديه دايما التي بي. To treat emergency cases، والله في emergency cases زي severe انت ما تعرفش الايتيولوجيكال دايجنوز بتاع، ما تعرفش هل الجرام نيجاتيف ولا الجرام بوزيتيف في الامرجنسي روم، على طول بتدي 2. تيك ادفانتجز اوف انتيبيوتيك سينرجيزم، يعني ممكن مثلا تستعمل انتيبيوتيك بيشتغل على السيل وانتيبيوتيك بيشتغل على الريبوزوم، وبتعالج امراض زي ما تقول ايه سيفير زي السبتسيميا مثلا، بيبقى فيها العد البكتيري بيبقى عالي قوي في البلاد، او الاندوكاردايتس يبقى بناخد بندي اكتر من دواء، اكتر من انتيبيوتيك. تو تريت ميكس انفكشن، افرض انك عندك جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف لازم تستعمل اكتر من دواء. طب تعالوا بقى نشوف الايفكت اوف كومباينيشن ثيرابي. ممكن يكون سيناجيزم، يعني ايه؟ بيبقى 1+1=2، لا ده 1+1=3. Antibiotic antagonist بيعكسوا بعض، أو indifference in action، هنشوف إزاي بيبقى في indifference. Synergism effect of combination is greater than the sum of effect of the individual، يعني أنت مش 1+1=2، لأ، ده effect أكتر من الاتنين، يبقى effect of combination is greater than the sum.
زي ايه مثلا؟ فانكومايسين بيشتغل على السيل وول، والجنتامايسين بيشتغل على الريبوزوم، بنستعملهم في الريزيستنت ستافيلوكوكس اوريس اسمها الميرسا، بنستعملها في الاثنين دول. طيب الانتاجونيزم بي او انتيبيوتيك بينترفير مع انتيبيوتيك تاني زي الايه، زي التاينام او الايميبينام، ده بيعمل اندكشن للبيتا لاكتاميز انزيم، يعني بيخلي البكتيريا تطلع بيتا لاكتاميز. بيتا لاكتاميز ده لو انت استعملت البيبراسايلين بيبراسيلين، ده من البيتا لاكتام، ده عنده بيتا لاكتام يكسره، يبقى انت ممنوع استعمال التاينام مع البيتا لاكتام ان جنرال او البيبرا سيل. اخر حاجه الانديفرنس، والله انت بتستعمل تو دراجز انتيبيوتيك بيشتغلوا على ذا سيم سايت اللي هو السيل وول مثلا، ما ينفعش انك تستعمل الفانكومايسين مع الكيفالوسبورين، هم بيشتغلوا على السيل وول، طيب مش هيدوك نتيجه زياده، يبقى ذا سيم اكشن اوبتين باي ايذر اوف ذم اند ذي هاف ذا سيم تارجت. Factors that influence a choice of antibiotic اللي هي ايه؟ Site of infection، هل بيوصل للبرين ولا لا؟ Nature of infection، هل هو فيروس ولا بكتيريا؟ Cultural sensitivity اللي المزارع الحساسية اللي بنعملها في المعمل. Drug toxicity، هل انت تقدر تستعمل drug بيؤثر على الكلى زي الجنتامايسين والعيان عنده renal failure؟ ما تقدرش. Duration of antibiotics، هل انت بتستعمل لازم هي 7 أيام أو 10 أيام، في بعض الأمراض بيبقى ليها بروتوكول علاجي في الأنتيبيوتيك. يبقى site of infection، هل الدراج can penetrate to the site of infection ولا لا؟ Nature of infection، antibiotics are used for bacteria not for virus or fungus infection. الكالشن sensitivity it is a guide for a proper antibiotic therapy. المزارع والحساسية اللي احنا بنعملها في معاملنا دي جايد لك عشان تختار البروبر انتيبيوتيك. Potential of drug toxicity، يا ترى الفاكتورز ذات انفلونس تشويس اوف انتيبيوتيك، هل تستعمل التوكسيك دراج اللي بيأثر على الليفر مثلا او الكدني؟ لا، يبقى نشوف الدراج توكسيستي بتاعته. الفاكتورز ذات انفلونس تشويس برضه الديوريشن اوف انتيبيوتيك هي بين 5 لـ7 أيام أو حتى 10 أيام، but full interrupted بقى لو full uninterrupted course is given to avoid A، لازم يبقى ما فيش interruption. ليه؟ to avoid emergence of resistant bacteria. Complication of chemotherapy ممكن يبقى toxic على الليفر، toxic على الكيدني and so on، أو يجيله حساسية، أنا عندي حساسية من البنسلين، أو بيحصل emergence of resistance و سوبر انفكشن او اوفر جروث اوف ريزيستنت بكتيريا. طب هنتكلم على التوكسيستي، نلاقي الكلورامفينيكول بيأثر على البون مارو ويعمل لها ديبريشن، ستريبتومايسين بيأثر على الكرينيال نيرز ويعمل صمم او ديفنس، والامينوجلايكوزايد بيأثر على الكيدني ويعمل رينال فيريو. دي التوكسيستي، يبقى الكومبليكيشن اوف كيموثيرابي اول حاجه ممكن الانتيبيوتيك ده يبقى توكسيك. Complication of chemotherapy، allergy، عندهم حساسية من البنسلين، في كتير ناس بيبقوا عندهم حساسية للبنسلين، أو سلفونامايد بيعمل لها contact dermatitis. Emergence of resistance occur in case of low dose أو interrupted dose أو improper choice of antibiotic. لما العيان يجي يقول لك أنا هقعد لسه أخد الدراج 5 أيام ولا 10 أيام، لا أنا خفيت خلاص، يروح موقف الدواء، يبقى بيحصل ايه؟ antibiotic resistance. Super infection or overgrowth، بص تلاقي ان احنا بنستعمل of bacteria or fungi after prolonged antibiotic treatment. لو انت كدكتور استعملت antibiotics لمده طويله خصوصا في الرعايه، بص تلاقي بتاخد الانتيبيوتيك بتغيره وتاخد انتيبيوتيك and so on، بيحصل ايه؟ البكتيريا بتموت، فبيجي مكانها مين؟ الفانجس اللي هو الكانديدا، فبتعمل ديزيز اسمه اورال ثراش. او بعد دخول العيان ب 10 ايام انت قاعد تديله انتيبيوتيك، هتبص تلاقي في حاجه اسمها كلوستيديوم ديفيسيلي، دي انتيبيوتيك ريزيستنس، بتعمل ايه؟ بتعمل كولايتس وتعمل دايريا بعد لونج انتيبيوتيك تريتمنت، بيجيله الانسان او العيان بيجيله دايريا.
antibiotic resistance نتيجة misuse of antibiotic، إن زي ما احنا قلنا إن العيان بيوقف الدراج، أو إن احنا بنستعمله دلوقتي الانتيبيوتيك بيستعملوه في التغذية بتاعت الـ animals، يبقى الـ veterinary medicine and in agriculture في الزراعة. antibiotic resistance could be يا إما natural، هو كده هو هي البكتيريا مخلوقة resistant، أو acquired، والacquired ممكن يبقى حصل فيها mutation spontaneous mutation كده، أو acquisition of resistance DNA هنشوف دلوقتي هنتكلم عنه. This could be present اللي هو الانهيرنت أو الناتشرال، إن البكتيريا resistant للانتيبيوتيك ليه مش عايزة تدخله، يبقى lack of transportation of antibiotic، أو الأورجانيزم lack of the target، يعني عندها L form، عندها السيل وول أو المايكوبلازما مثلا، المايكوبلازما ما عندهاش سيل وول، يبقى دي inherent أو natural resistance للبيتا لاكتام اللي هو المود أوف أكشن بتاعته على إيه؟ السيل وول هو الكيفالوسبور، يبقى عندنا مثل الفورم والمايكوبلازما. طيب الحاجة التانية الأكوايرد ريزيستنس، عندنا الميوتيشن اللي هو التحور، and selection ده اسمه vertical evolution، وعندنا horizontal evolution اللي هو الاكستشينج اوف جينز، الترانسفير اوف جينز بين البكتيريا وبعضها وبعض. هنتكلم عن الميوتيشن او الفيرتيكال ايفوليوشن. vertical evolution يعني ان resistance appear after introduction of the drug. بص تلاقي ان احنا بنستعمل antibiotic وبعدين في sensitive bacteria وفي resistant bacteria، يبقى الانتيبيوتيك هيسلكت مين؟ هيسلكت الريزيستنت بكتيريا، هيموت السنسيتيف بكتيريا ويسلكت الريزيستنت بكتيريا. This called a selective pressure. يبقى الديفينيشن باي selective pressure ايه؟ ان الانتيبيوتيك after the introduction of antibiotic بيخلي بيموت الانتيبيوتيك سنسيتيف بكتيريا ويسلكت مين؟ الريزيستنت strain. زي ما حضرتك شايف في الصورة دي اهي مجموعة من البوبليشن بتاعت البكتيريا، في سنسيتيف اللي هو وفي ريزيستنت اللي هو الغامق قوي. طب انت حطيت الانتيبيوتيك لقيت الغوامق هم اللي حصل لهم سيلكتيف بريشر. دي صورة أوضح، يعني هنا دي النورمال فلورا بتبقى فيري سنسيتيف للانتيبيوتيك، وفي واحدة بس انتيبيوتيك ريزيستنت، دخلت الانتيبيوتيك راحت في الآخر إن الحمراء هي اللي بقى اللي حصل لها سيلكشن وبقيه البكتيريا اللي موجوده ماتت. acquired resistance، acquired resistance عن طريق ال horizontal evolution، عن طريق ال exchange of genes اللي carrying antibiotic resistant genes، زي احنا قلنا by transformation by transduction و by ال plasmid او conjugation. طيب these genes code for production of enzymes، الجينات دي بتشتغل ازاي؟ بتكود for enzymes اللي destroy the antibiotic. اهو انا عندي transformation conjugation transduction exchange of genes، والجينز دي carry antibiotic resistance، الجين بتدي اوامر للبكتيريا تطلع enzymes تكسر بيها الانتيبيوتيك. الميكانيزم of acquired resistance، ازاي البكتيريا بتبقى ريزيستنت؟ اولا هي بتطلع انزيمز تكسر الانتيبيوتيك قبل ما يدخلها. طب هي عايزه الانتيبيوتيك عايز يدخل، لا مش هتدخل، يبقى التورنتد اولترد بيرميبيليتي. طب لو دخل وراح للتارجت سيلز تارجت سايتس، هيلاقي التارجت سايز متغير، يبقى اولترد تارجت سايز مش هيعرف يشتغل. او ان احنا البكتيريا تعمل له ايه؟ ريبليسمنت اوف سنسيتيف باثوي. يبقى بنقول الميكانيزم اوف اكشن اوف acquired resistance، يعني ازاي هيحصل acquired resistance؟ يا اما الجينات تدي اوامر انها تطلع للبكتيريا انزيمز تكسر الانتيبيوتيك، يا اما الانتيبيوتيك لن يسمح له بدخول alter permeability of antibiotic، او لو هو دخل وراح للتارجت سيلز بتاعته زي مثلا السيل وول او البنسلين بايندينج بروتين او الرايبوزوم، هيلاقيهم متغيرين، يبقى هو مش هيعرف يشتغل، يبقى هيحصل انتيبيوتيك ريزيستنس. او الريبليسمنت اوف سنسيتيف باثوي، تنبهت البكتيريا ان السلفونامايد بيشتغل على
البارا امينو بنسيكليد لانه شبيه له، فهي هتغير تصنيع الفوليك اسيد بطريقه اخرى. يبقى inactivation of antimicrobial انها بتعمل enzymes capable of inactivating الانتيبيوتيك اللي موجود، زي البيتا لاكتاميز بيكسر مين؟ بيكسر البيتا لاكتام انتيبيوتيك زي البنسلين او الكيفالوسبور. اسيتايل ترانسفيريز ده بيدمر الكلورامفينيكول، في انزيمز بتكسر الامينو جلايكوزايز اللي بتشتغل على الريبوزوم. طيب هو مش هيدخل inability of antibiotic to enter the bacterial cells ونعمل له اكثر export of the agent، ممكن هي تلفظه زي مين؟ زي الزيتومونس. الزيتومونس لن تسمح بدخول التاينام ليها، يبقى هي دي antibiotic resistance. ثالث واحدة اللي هي اورتوسايت، والله البنسلين بايندنج بروتين اللي هو بيشبط فيه البيتا لاكتام اتغير خلاص، يبقى هو ابتدى يبقى ريزيستنت لانه مش هيعرف بقى يشتغل على السيل وول. برضو في اولتريشن في الرايبوزوم يونت، تغير شكل الامينو الرايبوزوم، يبقى الامينو جلايكوزايت والازيثروميسين مش هيعرفوا يشتغلوا. هنا زي ما شايف اهو الانتيبيوتيك بتاخده البكتيريا وتلفظه خلاص. انتيبيوتيك جينز بتفرز بتدي اوامر للانزيمز انها تكسر او تعمل اوتوريشن في السايز بتاعت البكتيريا. طيب الريبليسمنت اوف سنسيف باثوي بنقول انها تنبهت ان في الفوليك اسيد مش هي الانتيبيوتيك بيمنحها زي السلفونامايد، بتعمل باثوي جديد بنيو انزيم عشان هو ما يقدرش يشتغل عليها، يبقى نيو ميتابوليك باثوي فور فوليك اسيد سينثيسيس ريزلت ان ريزيستنس تو سلفونامايد اند ترايميثوبرين. كروس ريزيستنس يعني بيبقى في دواء بنستعمله ونبص نلاقي طب هنغير الدواء بدواء تاني نلاقيه برضه ريزيستنت، ليه؟ لان هافينج ذا سيم اكشن زي الماكرولايد والكليندامايسين بيشتغلوا على نفس السايت في الرايبوزوم، او ان هم عندهم سيميلاريتي ان ستراكشر زي الامينو جلايكوزايدز برضو دي تعمل كروس ريزيستنس. هو الجينتامايز زي الاميكاسين شكله واحد، فيبقى هو اللي بيسري على ده بيسري على ده. كيمو بروفلاكسيس، امتى بنستعمل الانتيبيوتيك عشان نحمي نفسنا؟ at time of surgery يعني وانت ما تديش العيان تقول له انا هديك قبل العمليه انتيبيوتيك، لا اثناء العمليه، اثناء العمليه at induction of anesthesia وهو بياخد التخدير بتدي له الانتيبيوتيك، بعد ساعه او ساعتين تبص الانتيبيوتيك ارتفع في الكونسلتيشن موجود كده بكثره في البلاد، يبقى الجراح بيشتغل براحته. او امينو كومبرومايز بيشنت، واحد مناعته ضعيفه بندي دايما يعني بنخاف عليه من الانفكشن الموجوده حواليه فبندي له انتيبيوتيك، او لو كان في انسان عادي جدا بس في وباء للمننجايتس مننجوكوكال مننجايتس بندي له ريفامبيسين، خصوصا للكونتاكت بتوع او الاهالي بتوع الناس اللي عندهم مننجايتس بنحميهم بريفامبيسين لمدة 48 ساعة. MSQ بنقول الـ following characteristics is not true about an ideal antimicrobial. Ideal antimicrobial رقم 5 has a bacteriostatic effect، لا ده لازم يبقى عنده cidal effect، هي دي الإجابة بتاعت السؤال. Thank you very much.